فكرنا كتير أنا وزملائي في مدينة نورة فرحات ووائل عبد الفتاح إزاي حنقدر نلاقي قالب أو شكل ما نقدر نكسر بيه ونخرج بيه برا القبضة بتاعة رأس المال على الإعلام أو السلطة على الإعلام. الموضوع كله على بعضه ما كانش سهل لأنه كان كل يوم في قرار، والقرار كل يوم كان بيبقى أصعب من القرار اللي قبله. يعني أن أنا أتخلى عن موقعي القديم ما كانش سهل، إزاي هقدر أعمل ده من خلال إمكانيات بسيطة تماما برضو ما كانش سهل، إزاي ممكن أستمر في أن أنا أسمع والناس تقرب وتثق وتحكي مش باعتبارهم ضحايا أو حالات، لأ باعتبارهم هم، باعتبارهم زي ما هم، وإزاي أنه حكايات الناس تبقى بتفكك الحكاية الكبيرة أو الحكاية الرسمية، ونحرر كمان الناس اللي احنا بنقابلهم من الصورة اللي دايما بيتحطوا فيها، ومن صناعة الصورة اللي فيها قبضة رأس المال وقبضة السلطة، وإزاي أنه الحكي ده والروايات دي تخليهم ما يقبلوش الواقع باعتباره قدر، إزاي في نفس الوقت نقدر نعمل نقلة في التعبير عن أرائنا، عن مواقفنا، عن اللي احنا بنشوفه واللي احنا عايزين نقوله وكمان اللي الناس عايزين يقولوه أو يحكوه أو يروه من خلال طرق جديدة حديثة ممكن تبقى ليها علاقة أكتر بالأجيال الجديدة اللي هي ما بتشوفش تلفزيون، ما بتشوفش إعلام عمومي، ما بتثقش فيه، جايز مطورتها أكتر في اللي بيسموه العالم الافتراضي اللي هو لحد النهاردة بيقولوا عليه عالم افتراضي رغم إنه هو العالم الواقعي، الواقع اللي احنا بنعيشه كل يوم واللي احنا بنتعامل معاه كل لحظة وكل ساعة وكل يوم. بدأت أشتغل بإيدي اللي أنا بحبه بالموبايل، أختار الحكايات، أقرب من الناس، أصورهم، أكتب، أعلق، أسجل لوحدي بموبايل وبميكروفون صغير بعيد عن رأس المال الكبير ومدينة الإنتاج والإمكانيات الكبيرة اللي ما بقتش متاحة النهاردة بالنسبة لي أو بالنسبة للناس اللي زيي. المسابقة لما اشتركنا فيها ما كناش متوقعين إطلاقا إن احنا نفوز بالجائزة الأولى، يمكن لأنه الحكايات عمرها قصير شوية، كانت الحكاية الرابعة اللي احنا تقدمنا بيها عن الأميرية أو وصف الأميرية، ويمكن لأنه الحكايات هو عمل بقاله سنتين بنشتغل عليه ولسه بيتبلور وقايم على فكرة بسيطة، وساعات الناس كانت بتعتقد إن احنا ممكن نبقى مجانين شوية أو جايز مش حاسبينها كويس إن الواحد يتخلى عن الموقع القديم ويروح من المينستريم لحتة بسيطة شوية وغريبة، وكمان ده ادالنا أمل، إنه أمل كبير جدا وكانت بهجة كبيرة إنه اللعبة الحلوة الجديدة الفكرة اللي ممكن تبقى مختلفة حتى لو كل اللي حواليك قالوا لك إنه أنت أكبر من ده وأهم من ده وإنها فكرة بسيطة، لا ممكن يعني نلاقي اللي يتمنها. شكرا مدينة، شكرا نورة فرحات، شكرا وائل عبد الفتاح، وشكرا لأولادي نور وشادي، وبتمنى أفضل أسمع حكاياتكم وتسمعوا حكاياتي على مدينة بورتل.com/حكايات جميلة.